لتخفيف الضغط عن جزر بحر إيجا، قررت السلطات اليونانية نقل 2600 مهاجر غير شرعي سوري إلى أثينا، التي من المقرر أن يصلوها صباح هذا الخميس. وفي شأن ذي صلة، لقي 5 مهاجرين سوريين حتفهم أمس أثر غرق مركب كان يقلهم من تركيا إلى اليونان في بحر إيجا، فيما تم إنقاذ 24 آخرين. وبحسب بيانات الحكومة التركية، فإن قوات خفر السواحل أنقذت حوالي 18,000 مهاجر في بحر إيجا الشهر الماضي، وأكثر من 5,000 الأسبوع الماضي وحده. ويغتنم المهاجرون أجواء الصيف الهادئة ليحاولوا عبور بحر إيجا من بودروم إلى جزيرة كوس اليونانية، وهي من بين الطرق الأقصر بحرا بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وقرر الاتحاد منح اليونان 30 مليون يورو لمواجهة الحالة الطارئة التي تواجهها البلاد مع تدفق المهاجرين إلى أراضيها، كما يتم تقييم الوضع في كل من فرنسا وإيطاليا والمجر لتقديم مبالغ لمواجهة أزمة هؤلاء المهاجرين، الذين تشير الإحصاءات إلى أن معظمهم من الجنسية السورية والأفغانية والعراقية.